سبيسيال تنس على الحياة فم. سبيسيال تنس على الحياة فم، أخبار رياضة كرة التنس في كل الجهات. مرحبا بكم في سبيسيال تنس مستمعينا الكرام اللي يسمعوا فينا على 93 أو على 3W.الحياة.فم. كالعادة سبيسيال تنس على الحياة فم يجيكم كل نهار أحد الخمسة متاع العشية. اليوم باش نحكيو على الخبراء من الاتحاد الدولي اللي كانوا في الموعد، باش نحكيو بعد قليل مع رئيس الجامعة السيد سلمان المولي، كذلك باش نحكيو على رجوع أنس جابر ورجوع للتدريبات بعد الإصابة الأخيرة، وكذلك تألق رحمة الجندوبي في إيران ومعز الشرقي يتألق ويتوج باللقب في المناسير. معنا في المباشر مدام سلمان المولي، مرحبا بك مدام سلمان. مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. أكيد مرحبا بك مدام سلمى المولي. الحديث اليوم في سبيسيال تنس على أهم موضوع هو زيارة خبراء من الاتحاد الدولي لتونس، وحاجة باهية برشا، خاصة نعرفوا أن تونس قدمت ملف من أجل احتضان الدورة. غفيت، هو تونس قدمت ملف من أجل احتضان أكاديمية ITF4 اللي هي أكاديمية ضم أحسن لاعبين في إفريقيا، الأعمار متاعهم تتراوح ما بين 12 و 18 سنة. الأكاديمية هذه كانت في المغرب، وإن شاء الله يا ربي تونس تحتضن هذه الأكاديمية اللي عندها أبعاد كبيرة في تطوير هذه اللعبة، وكذلك في تحسين مستوى اللاعبين في الأصناف هذية. فما ثلاثة بلدان قاعدين نتنافسوا باش أنه الأكاديمية هذه تكون في بلادهم، مصر، لأفريق دي سود، أفريقيا الجنوبية، وكذلك تونس. كانوا جاوا الخبراء كما تعرف، وما نقعدش نعاود كل مرة جامعة تونسية للتنس ما عندهاش الملاعب نتاعها لتوا، دونك مشكورين جدا جماعة مرادي بالاس، كانوا عندهم 8 ملاعب وكانوا حذرونا اون اكاديمي بالمعايير العالمية فيها 26 براتيكمون 13-20 شامبر دوبل للولاد، خاطر باش يكون الاكاديمية هذه باش تحتضن 26 لاعب من افريقيا، من كل بلدان افريقيا اللي هما باش يختارهم اتحاد دولي، هما لاعبين متميزين. والأكاديمية هذه تعداو بها برشا عباد كيما كوليبالي توا المصنف من الخمسين عالميا، وصل حتى تعميد التوب 10 في الجونيور، معناتها عطات نتائج كبيرة على خاطر السويفي نتاعها الكل والبروغراماسيون والبلان كارير الكل اللي تعمل من الاتحاد الدولي. دونك ان شاء الله مدينة تونس هي باش تحتضن الأكاديمية هذيا، تحديدا نزل حمام نزل المرادي، لكن مش باش يكون معناتها احتكاك مع المتساكنين في الملا في النزل، باش يكون ان بافيون انديبوندون، في دي شامبر، في دي كلاس دو سكولاريتي، في دي كلاس دو ريونيون، في لا سال دو فيتنس تاع التحضير البدني، وكذلك التميز معناتها كجامعة تونسية للتنس قدمنا برشا على الإعداد معناتها النفسي والبدني وعلى المتابعة العلمية. واليوم نعرفوا إذا كان نحبوا نحكيوا على العالمية لازمنا نحكيوا على المتابعة العلمية، لذلك عليه كانت معنا الكونفنسيون مع الريكتورا نتاع سوسة، تحديدا كلية الطب بسوسة اللي فيها ان لابوراتوار ديكسبلوراسيون فونكسيونيل اللي باش يقوموا فيهم الأولاد من الأول بتو لي تيست معناتها ديفاليواسيون لا بيسونس ماكسيمال ايروبي فيو دو ماكس، باش يخرجوا لهم لي بروفيل نتاعهم، باش يكون موجود اخصائي في التغذية، ان نوتريسيونيست، باش يكون موجود ان بيوميكانيسيان. هذاك علاش كذلك عملنا كونفيونسيون مع ليكول تكنولوجيك ومعناتها سنتر دينوفاسيون في سوسة، مشكورين جدا، ومشكور كذلك الدويان تاع كلية الطب بسوسة. واليوم إذا كان تونس إن شاء الله يا ربي تربحوا مرة هذه معناتها والاتحاد الدولي يختار تونس، اليوم باش نستعملوا برشا المتابعة العلمية على خاطر الحقيقة معناتها اليوم مهمش شوية في بلادنا ومهمش في برشا بلدان. واليوم إذا كان نحبوا نحسنوا مستوى اللاعبين لازم ان سيفي سيانتيفيك سور تو لي بلان، سور لو بلان فيزيك، سور لو بلان مونتال، سور لو بلان نوتريسيونيل، تري تري امبورتون التغذية نتاع اللاعبين، كذلك
البيوميكانيك اللي هي الاناليز دي موفمون معناتها اليوم اللاعب لازم نشوفوا تحليل نتاع لي جيست نتاعو كل دونك هذاك اللي خدمت عليه منذ اشهر وكيلو بيان سور الاخصائيين كنا في مدينه سوسه يوم الاربعاء ويوم الخميس دونك شافوا البنيه التحتيه شافوا الملاعب شافوا اقسام الدراسه شافوا وين باش يدربوا في الجانب البدني مشاو عملوا كذلك زياره الى مناستيرة احنا اليوم تونس ابار لا بروكسيميتي للبلدان الاوروبيه كما تعرف احنا الاولانيين في العالم في احتضان دورات ب 15000 دولار في مدينه مناستير اللي هي مجاوره لسوسه واللي هي سوسه باش تحتضن ان شاء الله هذه الاكاديميه دونك وريناهم اللي انه كي يجيو الصغيرات يجيو يلعبوا في مناستير تونس كذلك تحتضن 15 دوره اي تي اف جونيور وكذلك اللاعبين باش يكونوا من غير ما يتنقلوا يلعبوا في تونس الاغلبيه الدورات في الساحل دونك لعبنا على لي كارت نتاعنا دونك عملنا اللي علينا ساهمنا كذلك عندنا دعم من سلطه الاشراف مشكور برشا السيد الوزير اللي الحقيقه يتابع في الحكايه معناتها معانا وان شاء الله يا ربي معناتها الدوسي دو لا تونيزي سوغا اكسبتي اوجوردي سي ان نوفو بالي اوجوردي اي رياضه اي رئيس جامعه اي بلاد ماذا بها تحتضن اكاديميات كي باش يكونوا الفرقه الكل هنا في تونس تكون ديناميكيه جديده باش يكون اشعاع كبير لهذه اللعبه ان شاء الله انا كرئيس الجامعه والاعضاء اللي معايا اللي كانوا موجودين معايا احنا معناتها اون ابري دافير اون ايتي معناتها بريزون وريناهم لافراستركتور الحقيقه معناتها انا اليوم ما نراش بلاد اخرى غير تونس مي ابخي لا ديسيزيون ترجع للاتحاد الدولي اليوم توا هما من تونس خذوا طياره لمصر قاعدين يشوفوا في البنيه التحتيه في مصر كذلك قاعدين يشوفوا كيسكو ليجيبت اوفخيغ ا سيت اكاديمي ابخي معناتها ماشيين لافريك دو سود الحقيقه سيتي ان غيف ملي كنت عضوه قبل الاتحاد تونسي للتنس معناتها وقت الاكاديميه مشيت للمغرب احنا حبيناها التونس اما مش مشكل كذلك في المغرب خدموا خدمه كبيره وجابوا ابطال واللي اليوم مصنفين الاوائل في التصنيف العالمي للشبان والحقيقه اليوم اون تو لي زاتو باش انا نحتضنوا هذه الاكاديميه. واضح مدام سلمى اكيد ان شاء الله تكون الزياره ايجابيه بالنسبه للوفد هذا اكيد باش نحكيو توا على عوده انس جبر للتمارين والاستعداد لبطوله دبي. الحمد لله انس على ريبري لي فورم كيما نقولوا ومعناتها الاصابه نتاعها ما قعدتش برشا وهي تحديدا في تونس قاعده تدرب مع الطاقم الفني نتاعها عصام وكريم اللي كريم توا لهي بها لهوه خاصه بارابور ا سا بليسيور وان شاء الله غدوه انس تطلع لدبي على دوره دبي وكما قلت لك في الرياضه اليوم اكثر حاجه نجم نخافوا عليها هي الاصابات الحمد لله انت لا بيو ريكوبيري معناتها عندها متابعه طبيه باهيه دونك ان شاء الله بون فون نجم نقولوا لانس وان شاء الله بون شونس نتمناو لها التوفيق في المسيره توا اللي باش تبدا من دبي قطر ومن بعد لها بوكو دوتر تورنوا كيما شفتوا انس قبل ما تصير لها الاصابه هذه كانت الحقيقه قامت بمباريات كبيره كانت ازاحت لاعبات وفنيسات اكثر منها انا كرئيس جامعه واحنا كذلك كاعضاء مكتب جامعي كلهم عاطين الثقه فيها قاعدين ندعموا فيهم سور لو بلان مورال ايتترا دونك ان شاء الله يا ربي ما تشوفوا منها كان الخير وانا عندي ثقه فيها وفي الطاقم الفني نتاعها سورتو عصام وجلالي وكريم كمون. واضح هذا بالنسبة لعودة أنس جبر. في الختام مدام سلمى نحكيو شوي على تألق رحمة الجندوبي في إيران وتتويج معز الشرقي ببطولة المنصير الدولية للتنس.
يعطيك الصحة. بون باش نحكي سورتو على معز الشرقي على خاطر رحمة جندوبي اللي بارتي في ان تورنوا مع انديفيديوال واحدة ماهيش الجامعة اللي بعثتها وهي لاعبة متألقة وإن شاء الله تكمل تخدم هكا وتكمل في البيرسيفيرونس هذيا ومنجمو كان نوقفوا معاها الجامعة. وإحنا اليوم حاجتنا بالبنات بالحقيقة نفتقروا شوية معناتها نتائج في الفتيات عنا في الريال عنا بنات ما نحبوا أكثر ذيك عليها اكتوالمون با ايسيي باش نركزوا برشا على البنات وحكينا استراتيجية وإن شاء الله يا ربي قاعدين معناتها نيغوسياسيون دو كونترا افيك ان غران انترينور باش انه يمسك البنات. وإحنا نعرفوا اليوم تونس ولادة في اللاعبات المتألقات كما أنس وقبلها زادة كذلك كانوا لاعبات أخريات وبرزوا برشا. من ناحية معز الشرقي الحقيقة معز معناتها لاعب متربي قاعد يخدم في خدمة كبيرة سي ان جوار ديسكري. بون جاوه برشا إصابات عم ناول هذاك عليه ما خلاوهش يتقدم في التصنيف العام. شكرا لك مدام سلمى اكيد على كل الاضافات اللي قدمتها لنا خاصه انك انت ديما تواكب في كل التظاهرات في مدينه المنستير والجامعه اللي قاعده تقدم في يعني حاجه كبيره برشا للرياضه التنس وقاعده تقدم بالرياضه هذه. شكر خاص مدام سلمى المولي رئيسه الجامعه التونسيه للتنس. هكا وصلنا لنهايه حلقة سبيسيال تنس. ملتقانا الأسبوع القادم مع حصاد جديد في سبيسيال تنس. متابعة طيبة لبقية برامج الحياة تفهم. سبيسيال تنس على الحياة تفهم. سبيسيال تنس على الحياة تفهم. أخبار رياضة كرة التنس في كل الجهات.